شمسي قمر ونجوم وكواكب ماشيين زي صفوف ومواكب وأرضنا ماشية وليها نظامها وإحنا بأفعالنا بنظلمها. كويسة نور، جيت في وقتك. لا مش كويسة، مؤشرات الحيوية منخفضة جدا، حياتها في خطر. فرحة فرحة ردي عليا، عداد الطاقة وصل لصفر، خايف نكون خسرناها. أكيد لا، أنا مش هسكت. هتعمل إيه؟ أنا فين؟ طاقتها بترجع لها تاني الحمد لله. انتوا قضيتوا على تأثير الأغاني العشوائية ازاي؟ أول ما جينا شغلنا عمر خيرت وأم كلثوم، بعدها بدأتي تفوقي من تاني. موسيقى تحفة. متأكدة انك بقيتي كويسة؟ أيوة جدا 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 الحمد لله، كنت قلقانة عليكي قوي. طب يلا بينا نتفرج على بنات النور والأمل. الفقرة بتاعتهم ابتدت؟ هتبدأ كمان دقايق. الله بجد عزفهم حلو قوي. واو، اتمنى يفوزوا في المسابقة، فرصتهم كبيرة جدا. النتيجة امتى؟ كمان دقايق. And the winner is النور والامل. الله الله، يستاهلوها عن جدارة. البنات دول رفعوا اسم مصر في مسابقة دولية كبيرة، يستحقوا التشجيع والتقدير. عقبالك يا زهرة لما تفوزي بدور المسرحية. اكيد هتفوز، زهرة ممثلة شاطرة. يا رب. بالتوفيق يا نونة، واحدة فينا هيختاروها عشان تمثل المسرحية. أكيد هيختاروني أنا، مش عايزة تفكير يعني. هيختاروا الأحسن، وزهرة بتمثل حلو جدا. لكن أنا بمثل وليا فيديوهات كتير، عاملة فيوز عالية على السوشيال ميديا، وعندي ملايين المتابعين من مصر ومن برا مصر. عدد الفانز مش مقياس على فكرة، المهم الموهبة. من ناحية الموهبة الناس كلهم بيقولوا عليا فنانة وكبيرة. المهم لجنة التحكيم تقول ده. أنا قلت أجي أحضر معاكي المسابقة. هتبدأوا إمتى؟ المفروض دلوقتي. اطمني كله هيبقى تمام. أبطال بجد شرفوا بلدهم. المشكلة إنهم رقم 100 في الترند، قليلين بس اللي بيتكلموا عنهم، والاتنين دول لسه محتلين قمة الترند. حاجة غريبة جدا. رامي هاتهم تاني على الشاشة. دي صورة كل مطرب من المطربين بتوع الترندات، صورة متاخدة من الفيديو اللي اتشهر والناس كلها بتتكلم عنه. مش فاهم قصدك ايه. الشخصين دول ما يعرفوش بعض مش كده؟ واحد فيهم ساكن في الشمال والتاني في الجنوب، مكانين ما لهمش علاقة ببعض خالص، مفيش أي صلة بينهم. بس بتسأل ليه؟
الفيديوهين دول اتصوروا بكاميرا واحدة. مستحيل. نفس العيب في عدسة الكاميرا ظاهر في الفيديوهين. فعلا عندك حق، بس ده تفسيره ايه؟ الناس دي ما بتظهرش بطريقة عشوائية، الموضوع متخطط له من شخص مستفيد من انتشار الذوق الفاسد ده. والشخص ده نوصله ازاي؟ محتاجين نستجوب الأساتذة المشاهير دول. أدائك كان خطير يا زهرة. يعني كنت بمثل أحسن من نونة؟ كتير، وكان باين على وش لجنة التحكيم. يعني تفتكروا هفوز بدور المسرحية؟ دي حاجة مش عاوزة كلام. أنا رأيي نبتدي نحتفل من دلوقتي. لا، هنستنى لما يعلنوا النتيجة بكرة. مش قادر استنى لبكرة. ده المكان الموجود فيه صاحب ترند الحلة، كان ميكانيكي شاطر جدا واسمه شيحة، بس للأسف حاليا عطل عن العمل، ساكن لوحده في أوضة على السطوح. جهات الاتصال اللي اتعامل معاها الفترة اللي فاتت فيها أي حاجة تلفت النظر؟ لا للأسف، ده غير إني قارنتها بجهات الاتصال عند الأخ التاني بتاع ترند البقرة، برضو مفيش حاجة مشتركة بينهم غير إنهم اتصوروا بكاميرا واحدة، ودي مش صدفة أكيد. دلوقتي نعرف كل حاجة. يا سيدي افهم، احنا بنسألك الفيديو اللي كان سبب شهرتك اتصور ازاي؟ دي أرزاق يا برينس. ما اختلفناش، بس يهمنا نعرف. يعني انتوا صحافة ولا تلفزيون لا مؤاخذة؟ لا ده ولا ده، احنا بندور على المصور، وصدقني الموضوع مهم جدا. بس يبقى لي الحلاوة. ماشي. انا زمان كنت عامل فيديو اسمه شكباك، بس لا مؤاخذة ما تشهرش. المهم المصور ده جالي وقال لي انه شاف اغنية شكباك وعايز يصور لي فيديو جديد يكسر الدنيا. يعني المصور ده ما كنتش تعرفه قبل اغنية الحلة؟ لا. نوصل له ازاي؟ شوف انا ممكن ابعت لك الفويس بوكس بتاعه لمؤاخذة. تمام، ابعت لنا الفيس بوكس. مالك يا زهرة بتعيطي ليه؟ قلت لحضرتك مش هيقبلوني في دور المسرحية. هي النتيجة بنت؟ أيوة، ونونة هي اللي فازت عشان عندها فانز كتير على السوشيال ميديا. بس انتي بتمثلي أحسن. خلاص أنا مش همثل تاني. تبقي غلطان، وبعدين أنا لازم أتدخل. هتعملي إيه يعني؟ هروح مدرستك وأكلم الإدارة وأوضح لهم غلطهم. يعني ممكن أكسب الدور؟ هحارب عشان تكسبيه. شكرا يا ميس هايدي. برضو مش فاهمة، يعني اللي صور فيديوهات الترندات دي كان قاصد انها تنتشر وتبوظ الذوق العام؟ ده اللي بنحاول نفهمه. حتى لو مش شرير القصة اكيد يعرف مين المستفيد من خروج النماذج دي للنور. جه اهو. مساء الفل، هو انتوا اللي جايين من طرف شيح المطرب بتاع الحلة؟ ايوه احنا. ايوتها خدمة. احنا عرفنا انك صورت اغنية البقرة لمطرب تاني غير شيحة، وبالصدفة الأغنية بقت ترند مكسر الدنيا. ها؟ وعرفتوا منين؟ محتاجين نعرف مين بيمولك، مين مستفيد من تصوير الناس دي والدعاية ليها. أنا معرفش أنتوا بتتكلموا عن إيه. دلوقتي جي دور الغبار السحري ده، مسحوق الصدق هيخليك تنطق وتقول الحقيقة. ما تخومش، مش هتقدر تكذب. مين اللي بيمولك؟ واحد جه دفع لي فلوس كتير وقال لي انه شاف فيديوهات قديمه للناس دي وعايز يعمل لهم فيديوهات جديده مبتذله علشان يشهرهم. اسمه ايه الشخص ده؟ لا لا لا، انا معرفش اسمه ايه، هو مسمي نفسه اسم حركة كده، كان اسمه صانع ترند. يا ترى نور واصدقائه هيتصرفوا ازاي؟ حققت التارجت يا باشا. خلينا نشوف في الحلقه الجايه.